ما يحدث في العراق الآن لو رصدت كل تلفزيون ألا يختلف الواحد عن الآخر؟ نحن نلعب في أعصاب البشر والناس ونهيج البشر خصوصا في العراق. فحرام حرام اللي تقوم فيه الفضائيات. ليس كل الفضائيات، هناك دكاكين، فضائيات دكاكين، غرفة صغيرة تعطيني أسكت، ما تعطيني هكذا حرام. ولذلك أحب أقول كلمة، تعرفين من هو منهم الأسوأ في منظومة الإعلام؟ أكيد بتقول للإعلاميين. هو بالضبط.